Nawaf al-Sinaidi, a 19-year-old boy from Saudi Arabia. He came to this hospital with a history of rheumatoid encephalitis, which is a virus infection in his brain. As a result, he is paralyzed and he is having difficulty in swallowing. Some drooling was there. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين أنا سعد السنيدي من المملكة العربية السعودية حضرت إلى الهند في سيفار مستشفى سيفار في كوتشي لعلاج ابني نواف البالغ من العمر 19 سنة والذي سبق أن عانى من مرض التهاب في عنق الدماغ الحقيقة أنهم قالوا التهاب بكتيري وبعد ما شفي من هذا الالتهاب هناك بعض العوارض التي يعني لم تتحسن كالمشي والبلع والتنفس وبعض الأشياء الأخرى في الجسم فحضرنا هنا لالتماس للعلاج والله هو الشافي المعافي بالنسبة لتجربتي مع سيفار هذه أول مرة أنا أحضر للعلاج وما سبقا علمت أن أحد جاء لسيفار ولكن من ما علمت من الدكتور أجمل والحالات التي سبق عالجها وأرسلها لي بالواتساب وعلمت أنها مستشفى جيد هذا بالنسبة أما منطقة كيرلا فأنا أعلم عنها وأنا كنت هناك في السعودية كثير من العاملين يأتون للعمل لدينا وهم ناس طيبين ومحترمين وعندما حضرت أيضا إلى هنا رأيت الاحترام أيضا وأيضا مدينة كوتشيا بلدة نظيفة جدا وشعبها مثقف ومتعلم ويجدون التعامل We started the treatments. In the first few days itself, we got the initial response from him. He started getting more sensation in his lower limbs, and neck holding has been improved, drooling has been reduced, oxygen saturation has been improved. Now we are planning to remove his tracheostomy tube at the earliest. Hopefully, he's able to walk in few days.